ازيكم يا بنات، اهلا بيكم تاني في القناه. انا لوج، والنهارده عندنا فيديو مشتريات لشهر رمضان. فلو عايزه تعرفي انا جبت ايه كملي الفيديو للاخر. ولو عايزه تعرفي انا عملت الميك اب ده ازاي، ده ميك اب مستوحى من زينه رمضان اللي ورايا، فتقدري تشوفيه من اللينك اللي هيظهر هنا فوق. وقبل ما نبدا تنسيش لو عجبك الفيديو ده اعملي لي لايك، سيبي لي كومنت برايك، واعملي شير كتير مع صحابك، واهم حاجه اشتركي في القناه ودوسي على علامه الجرس علشان يوصل لك اشعار نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. اوكي، سو مبدئيا المشتريات الشهر ده بس سكين كير، بس مفيش اي محلات ميك اب فاتحه. الميك اب الوحيده اللي متاحه هو اونلاين، وانا زي ما قلت في يعني كنت بعمل الميك اب ده قلت ان انا مش في مود شراء خالص، بس اضطريت انزل اجيب سكين كير لان في حاجات كتير قوي بدات تخلص عندي، وكنت قلقانه انه يعملوا حظر 24 ساعه وما اعرفش اجيب، فجبت ستوك. فبس فهوريكم كل حاجة سكين كير وبادي كير، فيلا بينا. اوكي، سو اول حاجة جبتها يعني مش حاجة، يعني هي حاجة من ضمن الحاجات اللي جت كتير، جبت قطن قد الدنيا علشان امسح بيه الميك اب، لان القطن بتاعي قرب يخلص. والصراحة يعني كنت خايفة، كنت عايزة اللي هم المدورين دول ما لقيتش، فجبت ده في وشي، لان يعني انا طول ما انا بره انا عندي هسهس وقرفانة من ايديا، وانا طول ما انا بره وشي بياكلني وعايزة احط ايدي على وشي. فيعني بصوا، انا اسرع شوبينج عملته في الحقيقه. ترويه بس سريع ان كل الحاجه من بوتس، لان هو ده المكان اللي انا رحت له قلت هلاقي فيه كل السكين كير والبادي كير اللي انا عايزاه. فالبلاد اللي ما عندهاش صيدليه بوتس اعتقد في سيلرز كتير اونلاين، فتقدروا تسالوا في الجروبات الفيسبوك او كده يعني. في حاجات كتير كنت جايباها قبل كده رجعت جبتها، وفي حاجات جديده بالنسبه لي. من الحاجات اللي انا جبتها قبل كده هو الاي جل ده من بوتس. الاي جل بتاعي قرب يخلص، فقلت اما اجيب حاجه، وما لقيتش حاجه في وشي شجعتني، فقلت اما اجيب ده بسرعه وننجز. يعني هو يعني كمرطب بيعمل اللي عليه، يعني مش سيء، ما اقدرش اقول عليه سيء، ولا اقدر اقول عليه واو حلو، يعني شغال ماشي حلو. كمان جبت الغسول ده، وكنت جايباه برده قبل كده ومخلصاه، واكيد كنت قايله ريفيو عنه ان هو يعني عادي، لا وحش ولا حلو، عادي. انا بالنسبه لي الغسول بشيل بيه مثلا، انا حاطه ميك اب زي ده بروح اغسل وشي بيه مره علشان ينزل الميك اب، مره تانية وبعدين بستخدم بقى ميك اب ريموفر، والموضوع كبير يعني. فرجعت جبته تاني لان برده اتحمست لقيته في وشي. كمان جبت من نفس اللاين الميك اب او الاي ميك اب ريموفر ده من بوتس، كل دول براند بوتس، علشان ميك اب العين اكتر حاجه ما بتروحش، بالذات الكحل والماسكارا والاي لاينر والحاجات دي، فبحتاج حاجه امسح بيها فجبت ده. كمان حاجه من الحاجات اللي انا جبتها قبل كده وبرده من براند بوتس هو الداي كريم والنايت كريم من اللاين ده اللي هو اسمه اكسبرت سكين كير. وجبت من النايت كريم، للامانه جبت منه اتنين علشان انا بستخدم النايت كريم اكتر دلوقتي بكتير من المورنينج، مع ان انا المفروض احط في البيت برده المورنينج، بس ساعات بكسل. اوكي، بس انا بالنسبه لي النايت روتين ده استحاله افوته، فجبت اتنين. انا عارفه ان الكميه قليله وانا احداث، بس يعني ان شاء الله نتامل المره الجايه وانا رايحه تكون خلاص الدنيا دي بقت حلوه. برضو الكريم الصراحه انا كنت مجربه قبل كده الداي كريم، النايت كريم هيبقى اول مره، بس انه الداي كريم كان حلو، هي بس مشكلتي معاه ان كميته صغيره. يعني برضو من الحاجات اللي اعتقد، انا مش متاكده، ان انا جبت يا شامبو يا الكونديشنر بتاع مارك هيل دوت، الميراكلس اللي بالارجاء المراكن ارجان اويل، يا الشامبو يا الكونديشنر مش قادره افتكر. فلما شفته جبته تاني، لان انا شعري بيحب الارجان ده اللي انا اكتشفته، وهو للدراي والدامج هير، وهيكتبوا اسمي كمان شويه الانجي فاهم. فجبته لان صراحه الكونديشنرز اللي عندي قربوا يخلصوا، كان لازم اعمل ستوك، ف ده كان انسب حاجه. بالنسبه للاسعار يا جماعه، الفاتوره كنت شايلاها لحد ما اتبلت وكل الحاجه راحت من عليها، فانا اسفه لو مش هقول اسعار، بس هم كانوا عاملين انه حاجات كتير كانت عليها سيل. انا فاكره حاجه تانية كنت جايباها قبل كده هو الديودرنت ده من تاد باكر، كنت جايبه النوع ده الصراحه، ده ما كنتش جايباه قبل كده، فقلت اما اجربه بالمره، وكانوا منزلين عليه سيل، فريحته حلوه قوي، ريحته حلوه قوي قوي قوي. بالنسبه يعني كنت جايباه علشان العلبه بتاعته صغيره الصراحه، وانا كنت بروح الجيم، فبحتاج حاجه انه اريفرش الديودرنت بتاعي بيها. كل اللي جاي ده بقى حاجات اول مره هكون جايباها وهجربها. جبت الماسك ده للشعر من انكتو، وهو بالارجان، زي ما قلت لكم الارجان شعري حبه يعني، وانا الهير ماسكس كلها اللي عندي خلصت، بالذات بتاعت شيا مويستشر، فقلت اما اجرب بالمره حاجه جديده،
وهو ده ما بيقعدش كتير يعني، كاتبين انه بس تحطيه مثلا من 3 لـ5 دقايق وتغسليه، بس انا هقعد بيه عادي مش مشكله يعني. فان شاء الله كل الحاجات ديت هجربها، ولما تخلص بعمل لكم دايما فيديو الحاجات اللي خلصتها ورايي فيها وهجيبها تاني ولا لا، فاستنوهم يعني ان شاء الله نخلصهم قريب. كمان حاجه جبتها هو الليب بالم ده او مرطب الشفايف ده من تاد باكر، استخدمته للامانه مره واحده وهخلصه بقى وبقول لكم رايي فيه. وجبت كمان مرطب للشفايف تاني من بوتس لسه مقفول، لان انا كل مرطبات الشفايف اللي عندي فجاه خلصت. طبعا انا بحب بتاع علونا بس انه ما فيش لا هسافر ولا حد جاي، فخلاص بقى نجرب حاجه من هنا. بحب بتاع تشابستيك بس ما اعرفش فجاه ما بقتش الاقيه في بوتس، ف حلو نجرب حاجات جديده. بعدين جبت البادي سكراب ده من بينج باي سانكتشوري سبا، هو اسمه كده تمام، مكتوب عليه تشيلي مانجو اند تونكا بين، معرفش مين تونكا بين ده بس هو واضح ان فيه مانجا حراقه في الموضوع. بادي سكراب لان انا برضو البادي سكراب اللي عندي قرب يخلص، فانا بحب قبل ما يخلص يبقى عندي عشان ما الاقيش فجاه نفسي من غير الحاجه دي، فبرضو هجربه وبقول لكم رايي. واكشلي مكتوب عليه السعر، والوحيد اللي عليه لسه سعره وهو بتنار، الكميه بتاعته قليله يعني. كمان جبت البادي لوشن ده، بتسالونيش ليه؟ لان برضو البادي لوشنز بتاعتي فجاه حسيت كلهم هيخلصوا كلهم، فقلت اما اجرب حاجه جديده بدل باث اند بادي وركس وفيكتوريا سيكريت، فده برضو بالتشيلي مانجو والتونكا بين يعني هما الاثنين نفس البتاع. واخر حاجه جبت الشاور جيلز دول، هما دول بقى هو ده اللي نزلني من بيتنا، لان الشاور جيل بتاعي فاضل فيه حبه قد كده كده. فبس دول من بوتس، فقلت اما اجرب واحد بالرمان واحد بالباريز، هجربهم واقول لكم رايي فيهم. صدقوا انا ما شمتهمش ولا هيك، انا ذكيه قوي. ايه ده الله، الرمان ريحته فظيعه. لا 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 يا لو اقدر اشممه لكم، ده كانه البان او جوميز، عارفين الكاندي دي؟ الله انا اتحمست، انا عايزه ادخل اخد شاور اجربه. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، استفدتوا استمتعتوا بيه. قولوا لي لو في اي حاجه من الحاجات دي جربتوها رايكم فيها ايه، لو حبيتوا حاجه وعن نفسكم تجربوها برده قولوها لي تحت في الكومنتس، لو في حاجه انتوا بتحبوها وعايزيني اجربها قولوا لي تحت في الكومنتس ويا رب الاقيها. احنا المحلات كلها قافله عندنا، ربنا يفك الازمه دي ان شاء الله. ما تنسيش لو عجبك الفيديو ده اعملي له لايك، سيبي لي كومنت برايي. واخيرا وليس اخيرا ما تنسيش تابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا، على فيسبوك تويتر انستجرام سناب شات يوتيوب، ومؤخرا كمان بقى عندنا تيك توك، هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على فيسبوك يعني بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، وكمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. واخيرا وليس اخيرا ما تنسيش واخيرا دي ايه؟ وانا ليه حاسه انه نصه فاضي؟ انا ممكن عادي جدا اكون جبت التستر يعني. انا حاسه انه نصه فاضي، يلا مش مشكله. وقبل ما نبدا ما تنسيش لا ما تشرش بش 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 ب